يكون ماشي بزاف الحقيقه، ماشي بزاف باسكو المهم ما تحت ليش الفرصه، المهم محدو تحت لي فرصه، انا راه تنجي راه جو سوي لا ماشي شي مشاركه فوالا. الله يخليك. شنو مالهم؟ لا ما كانش فيها انتقادات اكثر ما كان فيها الانتقادات الايجابيه. صافي بصح سي مون ديرني مو جون بيير. لا سي الكاميرا الخفيه خدمنا عليها شهوره وجبنا الفنانه وخدمنا الكاميرا الخفيه. اون فيت تتصور في ساعتين د المكانه، وباش نصغروا داكشي في ساعتين د المكانه في 7 ولا 10 دقائق كاين دي كوبيور داكو. دوك يمكن الناس ما يكونوش فهموا شي حوايج ولا تيبان لهم شي حوايج بيزار، ولكن بوندون دو زور حنايا تنعيشوا الكاميرا الخفيه، تنعيشوا داك الكاميرا الخفيه اللي درناها لذاك السيد. دوك حنايا تنعيشوا المشاكل، تنعيشوا بزاف ديال لي بروبليماتيك، والحمد لله يسوغيزو في الاخر توقع التصالح ما بيننا وبين الفنان. من المخرج والمنتج اللي هو شركة الإنتاج إم برود اللي كل عام تدير الإنتاج ديال الكاميرا الخفية. أنا ما تنتصل بحتى شي واحد، أنا خدمت الخدمة ديالي كمنشط كممثل ودرتها والسلام عليكم. هادشي اللي كاين.